حدثني احمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمه حدثنا ابراهيم عن ابيه عن ابي اسحاق سمعت عمرو بن ميمون قال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيف ظهره الى قبه من ادم يمان اذ قال لاصحابه اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه قالوا بلى قال افلم ترضوا ان تكونوا ثلث اهل الجنه قالوا بلى قال فوالذي نفس محمد بيده اني لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه